يلي عرفته منها انه اختها كانت مظلومة مع رجالة. يا حرام شو لهيك اما طلقتها منه. ايه شو عليه؟ معناها رح روح شوفها لفاديا اذا كان عجبتني. عم فكر دغري احكي مع امها بموضوع. ايه طمني من هالناحية رح تعجبك، انا متأكدة انه رح تعجبك باذن الله. رح قوم دكي ملايتي، خلينا نروح على الحارك. يلا قومي، ربي يسر ولا تعسر، قومي يلا. يلا انه انتي ما بدك تبطلي هالعاده؟ بضلي تتنصتي قفا شبابين؟ بعدين وين رايحين؟ مو شغلتك. ايه ما عم قلك خديني معك، عم قلك مشان ايش كان اجا عمي بغيابك قله لوين رحتي. عم قلك مو شغلتك وليه؟ فوتي انضبي بقطك، يعدمني اياكي الهي. ايه رحت وطلبتها من امها. اما شو عروس يا ابن عمي؟ يخزي العين حولها وحواليها. النبي يحرسها على هالخلقة، حلوة ومرباية وبتفهم بشغل البيت وعلى القليلة بنت عالم وناس. إن شاء الله اتفقتوا على العرس؟ بكرة بإذن الله رايحة لعندهم مشان نتفق. ليش بالله على مين عم تحكوا أنتو؟ على عروسة ابني. شلون؟ يو ليش ما قال لك حاتم انه بده يتجوز عليك تقبري اهلي؟ لا ما قال لي. ايوه يلا مني حل عرفتي. قد ما بتقدري استعجلي العرس حاتم. وهو هيك ابن عمي. يا رب يسير امورك. ان شاء الله. ليش ما رديت؟ عم بسألك بدك تتجوز؟ ايه بدي اتجوز عليكي.